اهلا بحضراتكم من جديد، وخليني اقول لكم ان طبعا كل الفتره اللي احنا دي فتره التدعيمات وفتره الصفقات وفتره الاستعدادات، لان خلاص هو شهر 8 ده وبعد كده المنافسات السله هتبتدي 9، اليد هتبتدي 9، وغالبا كمان الطايره ممكن تتاخر شويه بس هتبتدي 9. خلينا نروح لكره السله رجال. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر اعلن امبارح بالليل عن تعاقد النادي الاهلي مع اجوستي بوش المدير الفني الجديد لكره السله رجال، وقال كابتن رؤوف انه بلغ مجلس اداره باختياره ده عشان يتم اعتماده في مجلس اداره، وانه من ناحيه تانية هيتصل بالمدير الفني الاسباني طبعا عشان يخلص معاه ترتيب كل الامور الخاصه به والفريق ويقدر يوفر ليه كل احتياجاته طبعا الموسم القادم. طبعا حضراتكم عارفين اجوستي بوش جاء يعني او حقق مع نادي الزمالك بطوله دوري السوبر وبطوله افريقيا اللي اتلعبوا في رواندا او اتلعبت في رواندا، وكان وزي ما حضراتكم طبعا عارفين وفاكرين يوم 8/7 بالظبط كان اجوستي بوش اعلن طبعا اكتفائه بالفتره اللي قضاها مع نادي الزمالك ورحيله عن نادي الزمالك، واكيد مستنيين من مدربنا الجديد ومديرنا الفني الجديد اكيد مستنيين الكثير منه ان شاء الله، وهو مدرب اجنبي وليس اجنبي، يعني الفكره كلها ان هو الاجانب بيبقوا جايين اول مره، لا بس هو ليه خبره كبيره يمكن يزيد عن عام في الدوري المصري، فاكيد عارف الدوري المصري وعارف اللعيبه، فهو يعتبر اجنبي طبعا لان جنسيته اسباني، ولكن هو عارف الدوري المصري جيدا وعارف كل لاعبيته. كل التوفيق طبعا لاجوستي بوش في مهمته القادمه مع النادي الاهلي.